أهلا وسهلا. أخ وقلبي عم بيقول لي كمان كمان هيدي مهمة هيك فيها يقظة هاللحظة. رح أجرب قول قد ما بقدر لأنه معي ثروة من الله ما فيني خبيها، ما فيني كاتم عند الحق شيطان، هي بالكتب بس هلأ فيها شرح قوي كتير. هيدي حضرة مثل بورق تاني شفتوني، Where is my home؟ وينو بيتي؟ أقرب إلك من حبل الوريد، ما تروح بعيد، مش هوني كيرك جسر. رح جرب بس شوف هيك كم كلمة يعني. نعم ما في حيوان بيفتش عبيته، مقتنع وقاعد بضل يحش نفس الحشيش، بس الإنسان الله عطاه searching، فتش ابحث تنقيب مش من هون، بتروح تتشوف. نحنا we are not a becoming a process، نحنا ما اكتملنا، ما في تكامل، عطول نتكامل نتواصل. أنا مني أنينة يعني، ما اكتفيت كل هالكفاءات اللي فيي، مليون ألف كف وكف بدي. نعم ضلك فتش بتوصل على الشباك، افتحوا شيل البردية شيل الشباك، ما تضلك واقف على الشباك، طير. صعبة هالخطوة، نعم الحياة فيها مغامرة ومخاطرة، بس بتلاقي شجرة، بتلاقي فرس، بتلاقي بسينة، بتلاقي جورة، بتلاقي بير. تنتبه تتعلم من الجورة، من هاي من هالمطب من هالمكب، يعني صرت افهم شوي اكتر في شي غير اللي تركته لورا. خلاص الماضي مضى، المستقبل غريب طلع قدامك، بتشوف اشياء كتيرة. هيدي رحلة الحج؟ نعم، من الـ unconscious to the conscious، من الجهل إلى العقل إلى الوعي إلى الإدراك إلى اليقين إلى الشك. doubt doubt قد ما فيك شك. ما بدي أحفظ سؤالوا لي الناس، nobody has the right to believe، everyone has the right to know. بدي أعرف، عرفة مش هونيك يا أخوتي، عرفة هون وفينا. هاي رموز حجر الكعبة جوا، وكل كوكب في كعبة، كل كوكب كل مجرة في مربع، لأنه فيك العالم الأكبر هون. يا الله طلع شوف ليش نحن هيك ضايعين. أنا هلأ برا صرت ليك هالعربية، أربع فرس، أربع حمير فرس ناقة شو ما بدك، سكرانين هالأربع رجال اللي عم بيسوقوا لك السيارة، وحرامية اللي حواليك بيقولوا لك الدنيا عم بتشتي، لأنك أنت بدك إياها عم بتشتي، الدنيا صاحية بتكوني عم بتشتي، بدهم يسيروك بيكذبوا عليك. فإذا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. انتبه مش معه بدك تكون. تعلمت منه؟ تعلمت الخير من الشر والشر من الخير؟ نعم شفتهم اثنينه؟ كفي الطريق، كفي الطريق، حطهم وراك واشكرهم، اشكرهم وتعرف انه ما تكون معهم، بس ادعي لهم، ادعي لهم وتعرف انه لا تشتهي، اشتهي. شو شهوتك يا مريم؟ شو شهوتك انا؟ شهوتي اتعرف على نفسي، وانا شهوتي اوصل على البيت، وانا شهوتي يكون عندي مرشد منيح. شفتهم لان شفتي ما بدي ما بدي ما بدي ما بدي بيت، ما كانوا عم بينهدوا، ما بدي برج بابل، خلصنا منه، شفني بدي هلا يكون عندي احتفال هلا بانا بهالدفن وبهالموت وبهال. تتذكروا المرأة صارت كبيرة بالعمر ما بقى فيها تخلف،
ومات ولدها وجابته لعند بودا وقالت له ما عندي غير هالولد ومات وقالوا لي انك بتحيي الموتى حطي عندي روحي جيبي لي رغيف خبز من بيت ما شاف الموت طبعا هيجي انت شفت الموت إيه؟ وانت كمان كمان وها هلا عنده جنازه ما طلعت بولد الميت قالت له علمني علي ما بيموت قال لا ابنك حي جسديا وفي كتار اجوا لعنا بركة الله حملي طفلة ميت طلع فيها وطلع بالطفل وهيك أوشو أول يوم تاني يوم تالت يوم خلق جبوا وبعده طيب عمره 112 سنة الرجال إجا حط له صفيهم ثلاث أيام بس بلش يحكي قالوا لهم كنت صايم علي ثلاث أيام أنت مسلم؟ لا الصيام والصوم إلى كل القوم يا أخوتي أنا بعرف أوقات بقول بدي صوم بس لأني وحدة بقول بكرة الصوم بس وقت بتكون بجماعة أو اثنين ثلاثة من تلفن لبعضنا أول يوم صعب ثاني يوم ثالث يوم رابع يوم خمس يوم سادس يوم خلاص مشان هيك رح كون بدبي إن شاء الله بدي أرجع أروح عيش مطرح 21 يوم بدنا نصوم على المي وبعدين في ناس 90 يوم على المن والسلوى جربت مشيت على النار على المي مثل ما بتعرفوا فاير ووك ووتر ووك كله بس الصراط المستقيم دخيلكم في شيء آخ ما فيني أخبركم هيك كأنك ماشي على الشعرة قلقابد على الجمر ما قدرت شفتهم كيف عم بيموتوا وقال لي وقتها إنه خلق الخالق طرق بعدد ما خلق من خلق مين هي أنطون سعادة وجورج جرجيف وأوشو وميتشو وكل هالعلماء مش لكل الناس هيدا بس أنا ونايمة الحلم بيجي إنه مشيت عليه بس أنا وصاحية الحلم لإلي بعرف إنه بالحلم مشيت بس بدي إياها بالرؤية ولكن الصبر أيوب ضلوا وإجا فإذا في طرق كتيرة الطرق اللي عندي إياها أنا الكتاب خير جليس ما في نهار ما في لحظة خبرتكم أوقات بطلع بلا كتاب شو بدك تضلي هيك؟ خير عادي إنه ما يكون عندك هالعادة بقى طيب شو بدي أعمل يعني بهستر ومستر هاي والقهوة وهون تسمع أهل وتفرج على التعتير وهيك بروح بيبكي قلبي بيبكي قلبي شو بشوف بهالمول بالأبسي وهلأ برات المول وعلى الطريق ما بصدق يا أخوتي ما بصدق بس نتظهري بعقل محل ما أوقع بس إذا بلاقي حدا أرمن هلأ قالوا لي في ناس أرمن رح روح جمعة الجاي لعنده بالأشرفية ما بفوتوا حدا لعندهم لازم تكون أرمنة ولازم أحكي أرمنة قلت لهم أفرجيكم طروني جمعة الجاي عندهم هالسر بس إذا عندكم إياها بس للأرمن لا المسيح ما إجا للأرمن الحقيقة ما إجت للإنسان إجت للوجود كلها هي الوجود هيدي الحقيقة بس إذا بدكم تعطوها بس للأرمن وتحطوها فيي هيدا بيكون unconsciously subconsciously حتى unconsciously يعني واحد إلا عبادك الصالحين من هالشياطين الحربي كذا كذا هيك وفي منهم وبهون وما رح أقول أساميهم وقلت له ما تعملها قال لي عم طلع مصاري شو عم تعمل بي مريض هلأ مريض لأنك عم تعمل هيك مال الحرم وصاحبه بيقوم بيحطها فيك وبتصير تشوف معجزات بتصير تشوف خوارق اخترق بلا ما تحترق ما بدي خوارق قال هانا التكاثر قال له بطرفة عين بجيب لك عرش مملكة مشان هيك أنا شيخي إيه محمد أنا محمد أني محمد إيه محمد كل من حمد الله من جسد إيمانا واحتسابا هو محمد أحمد محمد فاطمة هلأ بالأمريكا ما عم بيعرف يقولوا مريم مريم
ما بدنا ما بنسمي أسامي، بنقول لهم حطوا أسماء تلفظوها. بيقولوا زينب بكل سهولة، كريم، نديم، ما بيعرف يقولوا فؤاد، ما في عندهم الألف والهمزة. بننقي أسماء يقدروا يلفظوها، ومن بعد ما يتعلموا عربي، لأن اللغة العربية لغة القرآن، لغة الإنسان، ساعتها هني بيتمرنوا بيتمرنوا وبيقولوا. في واحد بيحكي عربي أحلى مني ومنكم وكل شيء، بس ما بيقرأ، ما فيني إلكم كيف بيحكي وكيف بيلفظ. قال لي سأتعلم أن أقرأ، ما بيقرأ. بس هلأ ميتشو عم بيقول لازم تتعلموا تقروا، وكلكم لو مرة بحياتكم. مش بس يلي بيعملوها يا حبيبات قلبي، انتو من بوسكم. كل سنة بيكتبوا القرآن بالعربي، بيكتبوا لأنه وقت اللي بتكتب بالعربي وبالعربي هيك بيكبر العلم. خلي يكبر العلم، ما أتيت من علم إلا قليل، بس القرآن والإنجيل كله نكتبه سنسكريتي. أنا ما عندي ضد اللغة السنسكريتية ولا ضد شيء أبدا، بس وقت اللي بتكتب اسمه one hand clapping مرة بحياتك ما فيك. أنا الأرمنية كذا مرة برمضان، لأنه بتحصر حالي مش إيه كل السنة، لا كل يوم واحد بسميه واحد بقرأ على العيلة، اثنين مش وان تو. هلأ الأولاد بالمستشفيات وهيك منقول Arabic number، خصوص المشلولين وهولي هيك. واحد يس واحد، هو بيقول واحد أنا بقول واحد، اللي بدي أنا أقول مثلك هيك later tomorrow maybe maybe it's going، فيك تقول لأن بدي أقول مثله، بدي يجي عربي يعلمه. واحد اثنين ثلاثة، بيعرفوا يقولوا تيتا بحط لهم أن تيتا، ثلاثة أربعة أربعة عالي بيعملوا ايدهم هيك ما هدومين، بس فوق العشرة 12-14 صاروا عم بيقدروا. بتشوفون انه بس يحكوا هاللغة، هي ميتشوكوش اللي عم بيحكي، نحن اللي شفت الإسلام قبل ما شفت المسلمين. هالعدد واحد اثنين ثلاثة، بعدين اللتر الحرف وهي بيساعدنا كتير تمشي مساراتنا 12-24 ساعة قبل ما تناموا. كلكم بيعرفوا عربي يعني انتوا، انا ارمن بعرف بقرا عزوقي، مثل ما قريت سورة النمل كذا مرة واحدة يقول نحن ما حدا عم بيسمعني، بس قرأت على العيلة، قريت على العيلة، قريت على العيلة، وتواصلنا مع بعضنا، كل واحد حس في آية لإله بسورة النمل كتير قوية كتير قوية، هلأ بتشيل أمراض كتيرة هي يا حبيب قلبي، وبتشوف إنه في طاقة بتجيك. فإذا واحد عربي يقعد حد هالأجنبي وتعلمه، بس ما هنا صفر بيقول عشرة عشرة، معلش كل ما تعلموها كل ما بتشوف صار فيه طاقة يلي بتفتح بتفوت فيها أنت إلى إلا بتفوت على البستان. بستان تتذكروا هيدا مرق واحد، ليش عم تاكل بطعم الكلب؟ قال لهم لأنه قال لازم الله نشارك يعني ويتطلع في الكلب، ما بقدر ما طعمي. قال لأنه قلت ما من طعمي معنا قوم ما في شكر، بدي أشكر الله أنا وحدي بدي أكل طعمي للكلب. قال له انت شو هون؟ قال له أنا هون عبد خادم لهالبستين. مين؟ قال له والدي هو الفلاح لصاحب هالبستين. انتبه الرجال بيروح على البيت بيخبر مرته وولاده
وسامحوني إذا زعلته. بيروح لعند بيه لهالصبي بيقول له أنت أحق مني بهالأرض. وإجا لعند الصبي قال له يا معلمي يا مرشدي هيدا إلك. قال له سامحني أنا كنت عم بطعم مش الفواكه اقطفها من الشجرة وهي. بس لما بتوقع وبشوف أكلتها النملة وما بقى حدا عم يأكلها بلمهم وباخدهم عند الحيوانات يلي ما عندهم بستين وشجرة. بكي يلي كان صاحب هالملك. وهيك عمل كمال جبلان إلك 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 إلك. وهيك عمل ابن عمي بدريك إلك 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 الطب إلك الطب. خلقان هون بلبنان وراعى أمريكا هلأ وما عرفنا وين، بس عنده حب إلى الخوارزمي وابن سينا وهيك. بتعرفوا القصة كيف مات صديقه بيضون وصار عنده إشارة من بيضون وقال ما رح خلي ولا مسلم جوعان. وبيعمر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم مش بس يسوه هيك بدريك. في كلنا عنا الطاقة الكونية، نحنا كوزميك انرجي. كل اللغات إلك وكل هاللغات إجت منين؟ من صمت العارفين، السكينة لغة اللغات. مشان هيك في إشياء كتيرة مثل ما قلت لكم ما بقدر أقولها على التلفزيون، مش لأنه ما عنا الحرية، بس لأنه منحترم التجار اللي عم بيتاجروا بالأدوية بالمستشفيات. شفتوا هيدا الطبيب يلي لبناني 35 مليون دولار عمل أول سنة برا بأمريكا، يقولوا معكم سرطان وبدكم كيمو هيك وهيك وهيك. هلا لقطوا وغيرون وغيرون، صارت المجلات الجرايد عم تحكي. وانتو استفتي قلبك ولا وقفتوك منين اجاني السرطان؟ منها شلي منها خلصنا، مطرح ما فات الجنين عندي كلها طلع هو بيعرف شايف نور. لا 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 لا. كانوا أميتنا وأمي منهم يخلفوا تحت الزيتونة يربطوا يكفوا شغلون ياخذوا الطفل يروحوا على البيت خلص يصرخوا صوت شهيدة ما كان في غيرها تخلف بهالضيع. تجيب معها صابونة وتجيب معها زيتون زيت زيتون وملح يملحوا الولد 40 يوم. وهلأ خبرتكم قبائل كتيرة أنا عشت معها، بس هلأ عم بتصير معي كحدث أشياء. بس تجوا على البيت أنتوا بتشوفوا، وفروا مي قد ما فيكم دخيلكم، بدي يجي وقت هون ما عنا مي تنشرب طفو الكهرباء. بتذكر كل ما بطفي الكهرباء أنا ما عني بضوي البلقانية، بتذكر خالد بن عبد العزيز أنت فوق سمو الملك يعني كان بس شوف الكهرباء يطفي. وقت فيصل بن عبد العزيز قال له ما بقدر ما بقدر بدي بقى ما فيني وين بدي حطها، قال له بالناقة. عنده طاقة سلبية كان عنده الكشف. فيصل يا حبيبي الله وصلني لبنتك، إذا في حدا بنتي بالروح ما بدي بنتي بالجسد، بالتراب بتموت ميتة بعد ما اندفنت، بس بنتي بالروح. هيفا الفيصل وبندر بعيش معك لو شو ما عم تعمل. متأكد إذا ما فيني هون يمكن بأمريكا وإن ما كان، بس بفضل بأمة العرب. قال له حطها حطها بالناقة. حطها بالناقة ماتت. قال له ندفنوها دفن بني آدم يا حبيبي ما بترجع. اسمها ترانسميتيشن ترانسفيجوريشن. في حسد ياخذ نصف بالقبور ماتوا من الحسد. رجعوا إلى طب الإمام علي طب النبوي الشريف. بتسألوني أنت مسلمة؟ لا كونيين نحن، بس وقت اللي واحد مثل علي خبرتكم هاي نكتة من مهضومة ومن مرأة إنه مهضومين بنكتنا إنه تعرفوا عن نكتة اللي بتطلع الشيء اللي عم بيصير هلأ بحمص وبلبنان وبسوريا وين ما كان بيبعثوا لي نكت. بقول شو ذكي اللي بحط النكتة كيف كيف، لأنه الحياة مسحة وفرحة. يا الله ببقى بس يبعثوا لي نكتة هيدي مثل الكوكيز بتبقى عندي
يخبيها أكثر شيء لحطها. كلنا نحط نكات ونحط شيء مهضومة، لأنه حقيقة منتباكى منبكي، خصوصا اللي عم بيصير بولادنا الصغار والكبار لهالموت، وخصوصا هالموت الفجأة دخيلكم ما بتصدقوا، يعني بيبقى ماشي ما بوشي. كيفك أنطون؟ وين رايح؟ والله الحمد لله ما بني شيء. ولك ما وصل على راس الشارع ما صدقت، ما بوشي هلأ مرق من هون، خلص موت فجأة طفح الكيل يا أخوتي. بس بده يجي وقت إن شاء الله، لا تنذكر ما تنعاد وتنحكى ما تنذكر، بده يجي وقت لا حريق ولا غريق ولا تشرحط على الطريق. مرة كنت بالطيارة وجاية على لبنان وصار في هزة غريبة عجيبة، هيدا مين معه القرآن مين معه إنجيل، إلا شي قطعته إلي يعمل هيك إلا يعمل هيك، وأنا قاعد على الشباك قلت له ليك لا بعرف أسبح ولا حريق ولا غريق ولا تشرحط على الطريق، يعني إنه هلا وقت الصلاة كان لازم نصلي قبل، معك حق، بس إنه ما تعملها أنا إنه ضروري، يعني صرت هيك أحكي. وقفت الطيارة قال مين معه طفل؟ الله رحمنا بطفل بيناتكم، عنده رحمة بيرحم الشجرة، ما كانت عم بتشتي شتي يا دنيا تيزيد شتي شتي، رحمنا أرحم من كل رحيم وأقرب من كل قريب وأكرم من كل كريم وأبعد من كل بعد. خليك بعيد حبك يزيد للشر، حبه وادعيله. فإذا كل واحد منا انتبهوا، كل شيء كل كلمة بتنقال لو ما في نار ما في دخان، خرافة خرافة. أنا مثلكم دخيلكم وأكثر منكم، إذا بدكم حدا بهلة أكثر مني ما رح تلاقوه، أحمر من هالسين ما رح تلاقوه. هلأ في وقت ما بقى فيني، ما بقى فيني أكل حامض، ما بقى فيني أكل خل، راحت الغبرة كلها. لازم يكون شوية غبار، بس مش غبار ديري فود وهيك وهيك وهيك. وأنا عم زعبر بالأكل، يعني اللي بحبه بيكله، موت حيوانية قلبين أجبين قليل، إذا واحد هو عنده معزية، في واحد حدنا هيك بحبه كثير بيجيب المعزيات وهيك وهيك، وأنا جبت من عنده للشباب منقيش، وفي منقيش جبني وهيك، في واحد هو عنده المعزية وبقر، قال لي أطيب منها ما في، بيجيبون من اللبوة من الهرمي المدري منين مطرح من هونيك، بيطلع هو لعندهم أصحابه، هو مسيحي وهوديك مسلمين. خلص ما بقى عندنا مسيحي مسلم هون، ما بقى فيكم تبرعوا على اللبنانية، شبعنا منها، شفناها بالسبعينات. بيأكل من عنده أوقات لبنة وقريشة وكشك وجبنة، بس بقول له غير شكل، كلهم بيجيبوا غير طعمة، بقول لي بيطلع لعنده. بالمعزيات ما بيرشوا ولا شيء، هني بيرعوا بيجيب من فوق. فإذا فيكن تلاقوا، أنا بأكل هيك مرة مرتين بالشهر، وكنت أكل كبة سمك سنة الماضية أكلت مرتين ثلاثة السنة. قلت له شو هاي؟ قالت لي انضرب السمك باليابان والسمك كله اللي عم بيجي لهون مضروب، الأجبين القلبين كلها. بس هلأ شو بنعمل؟ ناكل درق بس فينا نقوي النوايا يلي بلب القلبين. هي ما حدا بيفوت لك إلا إذا أنت فتحت الباب. ديماركيشن لاين مذكورة في القرآن، تحصين تحصين أنت محطوط هالعلم بفيلم ميتينج ودري مارك بالمان. نعم قد ما فيكم نقدر نحس أنه لازم يكون عندنا بي أويك، ويك أب، مش ميك أب، مش أم دبليو، ويك أب. اخترق وما تحترق، فوت على المجرات تعمل out of body experience، بس ما تلتهي أول برزخ تاني برزخ تالت برزخ رابع، ما تلتهي أبدا. في ناس فيها هي تروح، في ناس فيها هي تروح وتجي، في ناس أنا منهم بياخدوني بس بدي أنا بجي. وهلأ قلت له الميت شو شلي إياها، لا بدي روح لا بدي أجي، لأنكم بتلتهوا كتير إشياء جميل خارق عالم تاني. يا أخوتي الله خلق بس بيت بعبده وبيت الأبيض، بس لحن انطوى فينا بتشوفون الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بيجي وقت تطلع بالمرايه ما بتشوف شيء، مريم مش موجودة، ما في بالوجود إلا الوجود.
لا إله إلا هؤلاء نحن بنشتغل عليهم الله، بتموت وبتذوب بهالألوهية. هالعلم موجود ما حدا فيه يمنعه أبدا، ولكن عم بيحكوا كتير هلأ هون إنه كيف يكون في عندك فجوة بين كل مضغ 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 ومضغ مضغ 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 بتوقع المستشفيات كلها والأدوية، اسمها جاب. هالفجوة فيك أنت، ما حدا في علمك إياها، هي الخلوة بين هاي وهاي. نعم، وراحتي في خلوة.